خلينا ناخد من كلامك، قلت انه بتعتبر كابتن محمود الخطيب اب مش بس رئيس للنادي. المشهد الاخير اللي شفناه في البطوله اللي قبل اللي فاتت دوري ابطال افريقيا، لما فكرت ان انت تديله وانت بتستلم الميداليه تلبسها لكابتن محمود وتديها له، كانت صراحه يعني مشهد هز كل الاهلاويه، عجبتهم جدا. كابتن الخطيب بالنسبه للاهلاويه حاجه كبيره جدا جدا، انت كمان حد برضو بالنسبه للاهلاويه غالي قوي. الموقف ده انت فكرت فيه من الاول مرتبه ولا جت كده في وقتها؟ لا الامانه الفتره دي كان الكابتن يمكن اكتر واحد في المنظومه كان مضغوط وكان جاي على نفسه جامد جدا، يعني من سفر طبعا كان بيبقى عنده اوقات للعلاج، كان بيسيب العلاج ويبقى دايما مع الفرقه، وكان الفتره دي كان سفريات طويله جدا. هو فضل ان يكون موجود مع الفرقه وفضل يكون موجود معانا وساب حاجات كتير جدا حتى على المستوى الشخصي بالنسبه له او على صحته، وفضل يكون متواجد معانا، ودي اقل حاجه نقدمها له. والفتره دي كان برضو كان في ضغوط خارجيه على النادي وعلى اللعيبه، وهو تحمل وكان درع لينا وللنادي، وزي ما قلت لحضرتك ده دي اقل حاجه ان الواحد يعملها للكابتن، ان بالنسبه لنا الكابتن حاجه كبيره جدا، واحنا كلنا انا واحد من الناس فخور ان انا موجود والكابتن بشوفه اوقات في النادي وباخد رايه في حاجات كتير كتير جدا. بشكره طبعا ان الفتره دي كان مضغوط جدا، ودي زي ما قلت لك دي اقل حاجه يعني نعملها. يعني يمكن دايما بنشوف كابتن محمود الخطيب دايما رئيس للبعثه في الماتشات المهمه، البطولات اللي الناس مقلقه منها او الجمهور مستنيها، دايما بيكون رئيس للبعثه. ده بيحط عليكم كلاعيبه لود، بيضغطكم، بيحسسكم بالمسؤوليه. ووجوده عامه بيحسسكم بايه؟ ولازم يتكلم معاكم ويقول لكم حاجه، ولا هو وجوده لوحده وصل لكم المسج؟ لا هو وجوده طبعا بالنسبه لنا كلنا بيمثل لنا الامان، والكابتن عنده يعني خبراته عاليه جدا، بيشوف حاجات كده بيوصلها لنا عن طريق مثلا اللعيبه الكبار، يعني مثلا يناديني نادي الشناوي، مش عايز انسى حد، سعد، رامي، ايمن، بيقول كلمه مع اللعيبه في الجزئيه، كلمه، هو عنده خبرات عاليه جدا، وبيحاول ينقل لنا حاجات صغيره وفعلا بتبقى حاجه مهمه جدا للفرقه. وزي ما قلت لك هو بيمثل لنا الامان وبيخلينا نبقى مركزين ومطلعين كل اللي جوانا بالنسبه للكوره. بس